12. بسم الله الرحمن الرحيم. بيان صادر عن المركز الإعلامي لثورة مصر بميدان التحرير. لقد قام الثوار بدورهم على أكمل وجه. لقد تحققت الوحدة الوطنية بشكل فعلي واجتمع بالأمس في ميدان التحرير ملايين المصريين ليثبتوا من جديد أنهم وإن اختلفوا فلن يتفرقوا، ولم يفلح أي من القوى المعادية للثورة في إحداث الوقيعة المخطط لها. لقد تحافظ الثوار على أداء الجماعات الإسلامية بأسلوب حضري واكتفوا بالحفاظ على الأمن، وإن مطالبة الجماعات الإسلامية بدولة إسلامية قد تكون مبنية على مخاوف لا أساس لها، وإنما مصر إسلامية بطبيعتها. وقد توافد اليوم على ميدان التحرير العديد من أبناء المحافظات من كافة أنحاء الجمهورية، ورحب بهم الثوار وبدأوا في اعتصاماتهم وتأييدهم للثورة والتجهيز لفعاليات الإفطار الجماعي الأول في أول أيام رمضان. وتدعو الجموع في ميدان التحرير جميع الشعب المصري للتواجد للمشاركة في الإفطار الجماعي في أول أيام رمضان. حفظ الله مصر وثورتها، واستمروا في إنجازاتها حتى تؤدي ثمارها لكل من شارك بها ولجموع الشعب المصري. كل عام وأنتم بخير. شكرا.